ديروا لي بابا ديروا لي بابا داير صغر من هذاك المارشي. نحن هنا في سوق سوريكال بباب الزوار، أحد أكبر الأسواق الشعبية بالعاصمة. مكبرات الصوت تمرر رسائل حث للمواطنين والتجار على احترام التدابير الوقائية من تفشي كورونا في السوق. رانا نوعوا في الناس باش يديروا لي بافات هادوما، بالك كيما نقول لك 95% يديروا، كاين 5% ما يديروش. تلقاو بزاف مشاكل مع المواطنين، كي تقولوا دير البافات تاعك شغل ما يعجبوش الحال، شويه شغل اللي يتعصص ومن بعد مع الوقت يفهم هكذا فهموه يعاود يلبسها ويدخل عادي. القائمون على تنظيم السوق يسهرون على إلزامية ارتداء المواطنين للكمامات وتحقيق تباعد جسدي. تنفيذ مثل هذه الإجراءات ليس بالأمر الهين في فضاء تجاري يعرف توافدا كبيرا للزبائن. كما البارح السيد جاي ضرب معايا أنا 82 سنة زاد قبل منها على الكمامة مع السيد، راح اشتكى داروا لي المحضر أنا وزوج تاع لي زاجا عم دفعوها لدار الشرع. الشعب هذا كيف نديروا معاه؟ يدخل للداخل ينحيها، كل واحد نديروا له واسا قدامه يمشي معاه، ما نقدروش. التجار بدورهم يؤكدون على وفرة السلع وفرضية الندرة مستبعدة، وينصحون بعدم التوافد دفعة واحدة بل على ساعات متباعدة لتفادي أي تقارب مكثف للزبائن. السلع دائما موجودة، مواد غذائية، لحوم حمراء، لحوم بيضاء، أصحاب المحلات ماذا بهم يخدموا، راهم يخدموا على كل حال. ما هو السبب اللي يكون الازدحام على شراء المواد الغذائية وما هو السبب؟ كسائر الأيام، العمل كسائر الأيام بالنسبة للتجار. ارتفاع عدد الإصابات بالوباء في الأيام الأخيرة يستدعي وعيا ومسؤولية تتقاسمها عدة أطراف، أولها المواطن خاصة في الفضاءات ذات الإقبال الكبير.